بسم الله، الحمد لله، والله أكبر. نأتي الآن إلى الجزء الثالث من هذا الحديث القدسي، وهو أن الإنسان يرضى بالكفاف. يعني كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف تكون أنا راضي بما قسم الله لك، أي أن قدر عليك رزقه، ملا تكون قانع بذلك، وقناعته كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كنز لا يفنى. قال القناعة كي تقنع بأنت حصل كنز لا يفنى، مش كل كنز ويفنى، أما هذه القناعة كنز لا يفنى. أين المتدبرون لهذه الحكمة، حكمة الكفاف؟ والكفاف شنو هو؟ هو الاقتصار على ما يكف حاجتك، ما يشبه حاجتك أكبر. ولو ما كما تقول انت زاهد في الدنيا، فقضى الله حاجتهم بكل بركة وكل رضوان إلهي، وهلم جر وينهم؟ ما عناش أهل الكفاف إلا القلة، هم الآخرين هم هم هم، وهذا الهم هم حتى في رمضان اللي يوم أنا صيام حقيقي لله سبحانه وتعالى، وجنة أن لا نقع في الشر الذي ربما غلبنا طول أحداث الشر سوى رمضان. ما منا شيء من رمضان، أغلب الأحيان أي شيء طيب يدخل مخبزة يلاقي ويجي يغادر، أما الآخر كله شيء طيب ولو يقول شيء طيب. يعني هم الكل في المأكولات والمشروبات بالحرام وبكما تقول بشطط والمسرفون، كل